صباح الخير يا ولاد، إن شاء الله النهاردة هنعمل مراجعة للصف الأول ثانوي الجغرافيا، وهنراجع على الدروس بتاعة الجغرافيا المقررة إن شاء الله في الامتحان. والنهاردة هنعمل امتحان صغير كده شبيه لامتحان آخر الترم إن شاء الله. هنتكلم النهاردة أو هنراجع الدرس الأول اللي هو بيتكلم عن نمو وتركيب السكان في مصر. الامتحان بيجي حوالي بيجي عبارة عن 20 سؤال اختيار. السؤال الأول بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة من بين ألف وب وجيم ودال فيما يدل الهرم السكاني للدولة سين على نقط: زيادة نسبة الإعالة، ولا ارتفاع نسبة الإناث، ولا ارتفاع نسبة الذكور، ولا ارتفاع نسبة قوة العدد. طيب أدي هرم سكاني لدولة ما، واحدة من الدول، يقول لك الدولة دي بيدل الهرم السكاني بتاعها على، هل ده بيدل على زيادة نسبة الإعالة، ولا زيادة نسبة الإناث، ولا ارتفاع نسبة الذكور، ولا ارتفاع نسبة قوة العمل؟ الإجابة ارتفاع نسبة قوة العمل، ارتفاع نسبة قوة العمل. تمام. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك من خلال البيانات التي أمامك تستنتج أن البيانات اللي قدامنا هذه المحافظة عدد السكان اللي فيها والمساحة والأنشطة والنشاط الرئيسي أو النشاط الاقتصادي الرئيسي الموجود فيها. فهنعرف إيه؟ هنعرف إن الدولة سين دي ودولة صاد، أو المحافظة سين ومحافظة صاد، دي عدد السكان بتاعها وده عدد السكان بتاع الدولة دي، والمساحة بتاعتها ايه، عادي دي مساحة دي الأنشطة التي تقوم عليها الزراعة والسياحة والتعليم. هل المحافظة دي محافظة سي محافظة طارد للسكان، ولا محافظة صاد محافظة طارد للسكان أيضا، ولا المحافظات دي بيخرج منها تيارات هجرة من صاد إلى سين، ولا بينخفض في المحافظة دي نسبة الأمية في المحافظتين؟ تمام. طيب الإجابة هنا المحافظة سين محافظة طاردة للسكان، المحافظة دي طاردة للسكان، محافظة طاردة لمين؟ طاردة للسكان. السؤال اللي بعد كده: تؤدي الزيادة الغير طبيعية إلى تغير حجم سكان الدولة من خلال، هل من خلال الهجرة الداخلية، ولا من خلال ارتفاع معدل الوفيات، ولا من خلال ارتفاع معدل المواليد، ولا من خلال الهجرة الداخلية؟ يبقى هنا تؤدي الزيادة غير الطبيعية إلى تغيير حجم سكان الدولة من خلال الهجرة إيه؟ الهجرة الخارجية، الهجرة الخارجية. تتشابه محافظة منوفية مع محافظة سوهاج في أنهما، هل المحافظتين بيتشابهوا مع بعض في ايه؟ انهم محافظات ترتفع بهم الاجور، ولا محافظتين جاذبتان للسكان، ولا طاردتان للسكان، ولا تتسع مساحة ملكية الزراعة بهما طاردتان للسكان؟ محافظتين من المحافظات الطاردة للسكان. يفضل سكان محافظة قنا الى الهجرة الى قنا، مدن القناة، ولا مدن البحر الأحمر، ولا شمال سيناء، ولا جنوب سيناء؟ محافظة قنا بيفضلوا أو بيتواجدوا في مدن، أو بيفضلوا الهجرة إلى مدن البحر إيه؟ مدن البحر الأحمر. بالاستعانة بالخريطة التي أمامك يعد صغر مساحة الملكيات الزراعية من العوامل المؤثرة سلبا على محافظة نقط. طيب انت عندك هنا محافظة من المحافظات، تمام، مساحة ملكية الأراضي ملكيات الأراضي الزراعية
واحدة من العوامل اللي بتأثر بالسلب على محافظة السويس ولا جنوب سيناء ولا بورسعيد ولا كفر الشيخ. تمام؟ هل العوامل اللي بتأثر الملكيات الزراعية من العوامل المؤثرة بالسلب على محافظة السويس ولا جنوب سيناء ولا بورسعيد ولا كفر الشيخ؟ طبعا هنختار هنا على طول محافظة كفر الشيخ. تمام. السؤال اللي بعد كده: تتشابه محافظة أسوان مع محافظة قنا في ارتفاع مستوى الخدمات ولا نسبة الذكور عن الإناث ولا نسبة الإناث عن الذكور ولا نسبة ال ولا زيادة الأجور؟ يبقى هنا تتشابه محافظة أسوان مع محافظة قنا في أن نسبة الإناث عن الذكور، ارتفاع نسبة الإناث عن الذكور. يؤدي استثمار القدرات العلمية في مصر إلى ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية ولعدم الاستعانة بالخبرات الأجنبية والارتفاع معدل الإعالة ولا زيادة معدل الهجرة الخارجية. يؤدي استثمار القدرات العلمية في مصر، لما احنا في مصر نستثمر القدرات العلمية يبقى ارتفاع معدلات التنمية الايه؟ ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية. يفضل سكان غرب الدلتا الهجرة إلى جنوب سيناء ولا محافظات القناة ولا محافظات الإسكندرية ولا محافظة البحر الأحمر؟ طبعا غرب الدلتا دايما بيفضلوا إن هم يهاجروا أو يروحوا دايما يشتغلوا في الإسكندرية. المحافظة صارت جاذبة للهجرة بسبب توافر معدل المواليد ولا توافر المساحات الزراعية ولا توافر المناخ الجيد ولا ارتفاع الأجور؟ هذه احنا بنتكلم عن الأنشطة اللي موجودة، وادي الشكل اللي قدامنا. المحافظة صاد بيرتفع فيها الأجور على أساس كده تبقى جاذبة للهجرة، عشان كده تبقى جاذبة لإيه؟ جاذبة للهجرة. من الأسباب الاجتماعية المؤدية لارتفاع معدلات المواليد في مصر، هل هو ارتفاع نسبة الأمية ولا ارتفاع مستوى المعيشة ولا توافر فرص العمل ولا الهجرة إلى الخارج؟ أنهم أي سبب من الأسباب الاجتماعية المؤدية لارتفاع معدلات المواليد في مصر؟ ارتفاع نسبة الأمية. ارتفاع نسبة الأمية. سؤال رقم 12: توجد علاقة بين فئة منتصف الهرم السكاني الذي أمامك وواحدة من دول. أدي الهرم، منتصف الهرم، المنطقة دي. هل منتصف الهرم ده ليه علاقة مع وصول مصر لمرحلة الاستقرار، لوجود مصر أو دخول مصر في مرحلة الاستقرار السكاني، ولا قلة نسبة الإعالة في مصر، ولا قدرة مصر على تحقيق كافة برامج التنمية، ولا انخفاض القدرة الإنتاجية للمجتمع المصري؟ هل العلاقة ليه علاقة بإيه؟ الهرم ده أو المنتصف الهرم ده بيؤدي عليه، يعني توجد علاقة بينه وبين قدرة مصر على تحقيق كافة وبرامج التنمية. يبقى من خلاله مصر هتقدر توفر أو تحقق كافة البرامج للتنمية. السؤال اللي بعد كده: ترتفع نسبة الذكور عن الإناث نتيجة للهجرة الداخلية في محافظة سوهاج ولا الجيزة ولا بني سويف ولا كفر الشيخ؟ طبعا هتبقى محافظة الجيزة. تمام. يدل الهرم السكاني لمصر على أن معظم سكانها من الشباب ولا الأطفال ولا من
الحضر ولا من كبار السن؟ طبعا الهرم السكاني لمصر بيدل على معظم سكان مصر من الشباب، معظم سكانها من الشباب. السؤال اللي بعده، أكثر العوامل المؤثرة في الزيادة السكانية، من أكثر العوامل المؤثرة في الزيادة السكانية بمحافظة الإسماعيلية هي إيه؟ محافظة الإسماعيلية أكثر العوامل المؤثرة فيها ارتفاع نسبة الإناث، ارتفاع نسبة الذكور، الهجرة الداخلية، المواليد. طبعا هنختار الهجرة الداخلية. محافظة الإسماعيلية أكتر حاجة مؤثرة فيها أو في الزيادة السكانية بتاعتها الهجرة الداخلية. من المتوقع أن يستمر المنحنى البياني الذي أمامك، المنحنى اللي أنت شايفه ده، متوقع أن هو يزداد في الارتفاع أو يستمر في الارتفاع بسبب زيادة فئة قوة العمل، ولا ارتفاع نسبة الأمية، ولا زيادة معدل الذكور، ولا الاتساع النسبي لقاعدة الهرم. الهرم اللي قدامنا ده بدأ منخفض، بعد كده بدأ يزداد اللي هو الهرم السكاني اللي قدامك. هل ده بسبب زيادة فئة قوة العمل، ولا ارتفاع نسبة الأمية، ولا زيادة معدل الذكور، ولا الاتساع النسبي لقاعدة الهرم؟ ده بسبب ارتفاع نسبة الأمية في مصر، بسبب ارتفاع نسبة الأمية في إيه؟ الأمية في مصر. من المقترحات اللازمة لخفض معدلات النمو السكاني في مصر، المقترحات اللازمة لخفض معدلات النمو السكاني في مصر، الحاجة المهمة اللي من خلالها ينفع نقلل أو نعمل خفض لمعدلات النمو السكاني في مصر؟ هل هو خفض معدلات الأمية، ولا تشجيع الهجرة الخارجية، ولا الاهتمام بالخدمات، ولا ارتفاع مستوى الدخل؟ طبعا أهم حاجة خفض معدلات الأمية، لما نقلل الأمية هنبدأ نعمل خفض لمعدلات النمو السكاني. سؤال رقم 18، أمامك شكل يمثل الهرم السكاني لمصر عام 2006، تمام؟ ادرسه جيدا ثم اجب. تتشابه الفئة واحد، هذه الفئة واحد مع الفئة ثلاثة، هذه واحد وادي ثلاثة، تمام؟ في انهما يسهمان او تسهمان بدور كبير في الدخل القومي، سهمان في الدخل القومي، ولا يرتفع بهما مستوى الدخل، ولا قادرتان على العمل، ولا غير قادرتان على الكسب، غير قادرتان على الكسب، ولا قادرتان على العمل، ولا يرتفع بهما مستوى الدخل، ولا تسهمان بدور كبير في الدخل القومي. الفئة واحد والفئة ثلاثة، قلنا الفئة واحد، الفئة واحد اللي هي الأصغر من 18 سنة اللي هم الغير قادرين على العمل، والفئة ثلاثة اللي هم إيه؟ الفئة الأكبر الكبيرة السن اللي هو فترات الإعالة، اللي بيبقى فيهم فترات الإعالة أو الكبار السن، يبقى هتبقى غير قادرتان على إيه؟ غير قادرتان على الكسب أو غير قادرتان على العمل. تستطيع الدولة ضبط معدلات الهجرة الداخلية إذا اهتمت بإيه؟ لا. إمتى الدولة تبقى قادرة على ضبط معدلات الهجرة الداخلية؟ إذا اهتمت بتحديد التركيب النوعي للسكان، ولا توزيع الخدمات التعليمية والصحية بصورة جيدة، ولا تحديد أعداد المهاجرين، ولا تحديد نوعية المهاجرين. الدولة تستطيع ضبط معدلات الهجرة الداخلية إذا اهتمت بتوزيع الخدمات التعليمية والصحية بطريقة إيه؟ طريقة سليمة، طريقة صحيحة. العامل الأكثر تأثيرا في نمو سكان مصر هو معدل المواليد، ولا الهجرة الداخلية، ولا الهجرة الخارجية، ولا صافي الهجرة؟
أنه واحد فيهم هو معدل المواليد، هو العامل الأكثر تأثيرا، هو معدل إيه؟ معدل المواليد. تدل زيادة نسبة الإعالة على نسبة الإعالة، زيادة نسبة الإعالة يدل على إيه؟ عدم توفير القدرة على عدم القدرة على توفير المتطلبات الحياتية، ولا القدرة على العمل والإنتاج، ولا ارتفاع مستوى المعيشة، ولا ارتفاع نسب فئة منتصف العمر. لا، زيادة نسبة الإعالة يؤثر أو يدل على عدم القدرة على توفير المتطلبات إيه؟ المتطلبات الحياتية. تأتي الهجرة الوافدة إلى محافظة البحر الأحمر من محافظات شمال جزيرة سيناء، ولا غرب الدلتا، ولا شمال الدلتا، ولا وادي النيل. وادي النيل. إذا حدث اتساع نسبي في منتصف الهرم السكاني لمصر، فإن هذا يدل على ارتفاع نسبة الإعالة، ولا صعوبة تنفيذ مشروعات التنمية، ولا زيادة القدرة الإنتاجية، ولا ارتفاع معدل النمو السكاني. هو زيادة القدرة الإنتاجية. زيادة القدرة الإنتاجية. السؤال اللي بعد كده: يتجه غالبية المهاجرين من سكان شرق الدلتا إلى مدن القناة، ولا الوجه القبلي، ولا الساحل الشمالي، ولا الوادي الجديد. مدن القناة. يتحقق عامل قرب المسافة بالنسبة لتيارات الهجرة الداخلية بمصر بين محافظتي ايه؟ العامل او عامل قرب المسافة بالنسبة لتيارات الهجرة الداخلية بمصر بين محافظتي سوهاج وأسوان، ولا قنا والبحر الأحمر، ولا السويس والإسماعيلية، ولا المنيا وبورسعيد. طبعا قنا والبحر الأحمر. نتيجة لانتقال السكان داخل حدود الدولة، يحدث نقص في العمالة بمحافظة الجيزة ولا البحر الأحمر، ولا المنوفية، ولا جنوب سيناء. طبعا المنوفية. هنا هنتكلم، أو أمامك شكلين: نسب العاملين بالأنشطة الاقتصادية في مصر عام 2012، نسب حالة التعليم في مصر عام 2012. من الشكلين اللي قدامك دول نستنتج أن هناك ارتفاع نسبة التعليم المتوسط، وارتفاع نسبة العاملين بالزراعة، ولا ارتفاع نسبة الأمية وارتفاع نسبة العاملين بالزراعة، ولا انخفاض نسبة التعليم أعلى من الجامعي وانخفاض مستوى المعيشة، ولا ارتفاع نسبة العاملين بالتعليم والتجارة ونسبة التعليم الجامعي. طبعا هنختار هنا نسبة الأمية وارتفاع نسبة العاملين بالزراعة. لو احنا درسنا الشكلين بالظبط، هنلاقي أكتر حاجة فيهم إن هناك علاقة بين ارتفاع نسبة الأمية وارتفاع نسبة العاملين بالزراعة. ارتفاع نسبة العاملين بالزراعة. تتميز القاهرة عن باقي المحافظات الجاذبة بتوافر الخدمات، ولا وجود المنشآت الترفيهية، ولا ارتفاع الإيجار، ولا وجود مراكز الحكم الإدارية. طبعا هنختار على طول وجود مراكز الحكم الإدارية. ده بيؤدي إلى زيادة الهجرة، أو تبقى جاذبة للسكان. تؤكد الدراسات أن نحو 70% من المهاجرين إلى الدول العربية تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، مما يدل على ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية، ارتفاع نسبة الأمية، ولا ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ولا زيادة هجرة العقول المفكرة. طبعا زيادة هجرة معدلات البطالة بين ايه؟ بين الشباب. يمكن خفض معدلات النمو السكاني لمصر ليصبح مواكبا لمعدلات النمو الاقتصادي من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، تشجيع الهجرة الداخلية والخارجية للسكان، شراكة المرأة في مجالات العمل المختلفة، ولا التوسع في المناطق والمدن الجديدة. طبعا كل ما هيبقى عشان نخفض معدلات النمو السكاني لمصر، أقرب حاجة لازم نشارك المرأة في مجالات العمل المختلفة.
من الأسباب الاقتصادية لارتفاع معدلات المواليد في مصر هو ارتفاع نسبة الفقر، ولا ارتفاع نسبة الأمية، ولا زواج الأطفال دون سن 18 عام، ولا الأفكار والمعتقدات الخاطئة. هو ارتفاع نسبة إيه؟ ارتفاع نسبة الفقر في مصر يؤدي إلى ارتفاع معدلات إيه؟ معدلات المواليد. من المتوقع عند حدوث زيادة في عدد سكان دولة ما استثمار قدراتهم أن يحدث في دولة ما استثمار قدراتهم يحدث ارتفاع للأجور، ولا هجرة غير شرعية، ولا انخفاض القدرة الحيوية للمجتمع، ولا هتحدث ارتفاع في معدلات الوفيات. حدوث زيادة في عدد سكان دولة ما واستثمار قدراتها أن يحدث هجرة غير شرعية، هجرة غير شرعية. بعد كده يعد العامل الثاني المؤثر في نمو سكان محافظة القاهرة هو ارتفاع المواليد، ولا انخفاض الوفيات، ولا الهجرة الداخلية، ولا الهجرة الخارجية. العامل الثاني المؤثر في نمو سكان محافظة القاهرة هو الهجرة الداخلية، الهجرة الداخلية. آخر سؤال إن شاء الله هو من العوامل التي أدت إلى ارتفاع نمو السكان في مصر الاهتمام بالتعليم، ولا الاهتمام أو الاهتمام بالنقل والمواصلات، ولا تنوع الأنشطة الاقتصادية، ولا الرعاية الصحية. من العوامل التي أدت إلى ارتفاع نمو السكان في مصر الاهتمام بالرعاية الصحية. كده إن شاء الله نكون خلصنا أول مراجعة عن الدرس الأول اللي هو النمو السكاني والنمو السكاني وتركيب السكان في مصر. بعد كده إن شاء الله هنتكلم في الدرس اللي جاي أو في المراجعة اللي جاية عن توزيع السكان والكثافة السكانية فين، والكثافة السكانية في مصر. شكرا لحضراتكم.